غراتان صحي ولذيذ بالبطاطا والباذنجان واللحم المفروم. بعد قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناه ام نجود للطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله حنديروا مع بعض كما قلت لكم غراتان تاع البطاطا والباذنجان واللحم المفروم. هذا الغراتان يتكون يعني من اربع مراحل. المرحله الاولى نقليو فيها البطاطا والباذنجان، يعني مانيش حنوري لكم كامل التفاصيل. المرحله الثانيه اللي هي طهي البيشاميل. المرحله الثالثه طهي الصلصه، صلصه اللحم المفروم. المرحله الاخيره اللي تتمثل في التركيب ولا المونتاج تاع الطبقات هذوما. راح نشوفوا دوكا كامل التفاصيل بالدقيقه. هنايا انا قطعت البطاطا دوائر دوائر، الباذنجان اني قطعه طوليا كما راكم تشوفوا بلا ما نحي القشره تاعو، نخليه بالقشره تاعو يعني بلا ما نذكروا الفوائد تاع القشور هذوما اللي رانا نحنا نعميهم، يعني ربي ما خلق حاجه غير ولا فيها المنفعه. على هذيك نخلو القشره تاعو، بالعكس يعني ما الطياب تاعها تجي حنينه وماشي يابسه ماشي قاسيه. انا درت المرحله الاولى، قليت الباذنجان ديالي والبطاطا. دوكا نشوفوا الصلصه تاع اللحم المفروم. الصلصه تاع اللحم المفروم تتكون من اللحم المفروم، بصل، زيت والتوابل. نبداو بشويه زيت في المقلات، نقليو البصل تاعنا. نقلل البصل تاعي على نار قليله كما قلت لكم، يدبل شويه بطنا ما عليه اللحم باش يكمل طياب معاه. هنا صدقوني يعني هاد الكغاتان يعني جميل، بنين بنين حتى التم، يعني صح فيه مراحل بزاف التعب بصح النتيجه ان شاء الله حتكون مرضيه ان شاء الله. نزيد نرمي لافيونداشي تاعي، نحطها فوق البصل، يعني منخليش تاع البصل يدبل بزاف بزاف، راح يطيبو في نفس الوقت. ندير لافيونداشي تاعي ونحط عليه التوابل. التوابل هي بكل سهولة الملح، فلفل كحل، قرفة، هادو هما التوابل اللي لازم يكونوا في قاع الأكلات اللي فيها اللحم، القرفة وفلفل كحل والملح وفقط. ما نحطش اللحم ديالي ونهرب عليه صينو يتكتل لنا ويبس. نتبعو دائما بالمرعقه تاعي هكذا بظهر المغرفه، نعبزو مليح مليح حتى ينسجم تماما مع البصل. كان نخليه هكذا ونخليه يجي يابس، مام يعني كنا نديرو الماء ولا الصلصه تاعو هكذا يقعد يتكتل. على هذيك من الافضل انه في المرحله الاولى رايحين نعبزو هكذا يابس يتنحلنا التبركيز تاعو. هنا نضيفو ملعقة تاع طماطم اللي نقولكم عليها، ونخلي اللحم ديالي يتقلى في غرفة مكانها في الصل، نغطي عليه ونخلي في غرفة. هنا راني حليت مليح مليح المونتاجين، نتأكد منها بلي ما تتكتلش، نغطي عليها بغرفة صوص البيشاميل. صلصة البيشاميل ديالنا راح نديروها بارد في بارد، معنتها المكونات كامل غنديرهم على ضربة. المكونات اللي هي ريت الحليب، عندنا ربع مغارف تاع فارينة، زوج مغارف تاع مارغرين، والملح والفلفل الحلو في الآخر. هنا راني درت ربع مغارف تاع الفارينة تاعي، زدت زوج مغارف تاع الماكارين ماشي معمر بزاف،
ونديرهم على النار وما نحبسش كاع كيفين كحل، نحركهم والنار لازم تكون هادية ونقعد غير نحرك باش ما يتكتليش الخليط. كما تعرفو الطارينة تهبط للقاع هاديك ودير الكوارت على هاديك، الأفضل نقعد غير نحرك فيها حتى تذوب هاديك المرجرين تماما ويتخفف لنا الخليط. هنا عندي زوج قطع تاع جامبو، قطعة نخليها للصلصة وقطعة أخرى رايحة نديرها صلصة تاع البيشاميل في الآخر. نروح نضرب طلا دوكا على المقلة تاعي في اليونضاجي تاعي ونكسر خلاص ونقلو مليح مليح. دوكا واش ندير؟ راح نزيدلهم الماء، كاس ماء، حوالي كاس ماء برك بحيث ما يكمل لبيونضاجي تاعي طيابها. وتاني باش نتحصل على صلصة، هذيك الصلصة حتخلي الكراتان ديالي بنين. هنا اللي حبيت تستغني على طوماطيش ما ديرش، يعني اللي يحبو المرقة ديالهم تكون بيضة او يعني شغل الكراتان تاعهم يقعد ليا. انا هنايا طوماطيش يعني تعطي بنة يعني سبيسيال، درت كاس ماء وزدت حكيت هذيك الحليبة تاع جنبو، يعني هذه الحبيبه راح ندير لها تقدير في الغداء هذايا وجربوها وما تندموش عليها ان شاء الله. هنا طوماطيش ما درتش بزاف، راني زدت من مور واحد اخر، نحرك مليح ونزيد نغطي عليه ونخلي لابيون ماشي تكمل بيا. هنا جبت هنايا الرسومة تاعي تاع البيشاميل ودرني في المقلة تاعي تاع الصلصة هاذي، حرقت البيشاميل تاعي حتى تخفر الخليط هذاك ودوك مقعدلي غير ولا نديرلها ليزيفيس. ليزيفيس تاوعها باينين نتحك ونديرلها الملح تاني، كذلك القطعة تاع الجمبو نحطكم عليها هاذي. هذه القطعة صدقوني حيعطيك واحد المذاق مختلف، الغراتان ديالك حيكون مليح حاجة غدوك صار وشنو لازم تعبدو مليح مليح باش ماشي تقاوم مرة يجيكم ملوحية في شغل جهة وجهة، نحركوها مليح مليح. هذي تدخل تاني في مرتكم نحركو مليح مليح ونحطو يبرد مليح. هنا الصلصة ديالي خلاص راهي غابت، يعني ما تنساش نديرها تزيد طيب مرة أخرى في المغار تاعها، يعني صح ما تشدش الوقت بزاف بصح يعني تزيد تتقال. هنا نروحو للمونتاج تاعنا، قبل ما نديرو مونتاج لاصوص بيشاميل ديالي بردت شوية، رايحة نضيفلها زوج حبات بيض. هاد زوج حبات بيض علاش؟ باش لما نقسم الغراتان ديالي يكون الترتيبة ديالي شادة روحها، في حين فما نديرش البيض لاصوص بيشاميل كي نقطعها تزربع لي من ومن. هاد جوج حبات بيض حيديرو فارق كبير للغراتان تاعنا. نبداو المونتاج ديالنا بي نديرو يكوش خفيفة تاع صوص بيشاميل في القاع تاع الإناء تاعنا ولا المول لي حنديرو فيه الغراتان. نديروها البطاطا خفيفة، نبداو نسطفو البطاطا، نسطفو من تحت البطاطا لخاطر هي لي شغل صلبة شوية، كي نجي نرفدها تكون عندي قاعدة متينة. مور البطاطا راح ندير بذنجان، وما بين كل طبقة وطبقة مرة على مرة نديرو لصوص بيشاميل. علاه؟ لصوص بيشاميل حتى تكون تغيرة اللي يحتملي هذا في الغراتة تاعي. كملت درت طبقة كاملة تاع البطاطا، دوكا
ندير طبقة تاع البنجان، غدا الأختي هنايا بيناتهم ندير طبقة تاع صوص بيشاميل. أنا ما عنديش نقول باش تبقى تفضل زعما هاد الصلصة، راني حنقل ليها فوق طبقة تاع البنجان. لما نكمل البنجان نزيد الصلصة تاع البيشاميل، بعديها ندير الصلصة تاع اللحم المفروم. كما راكم تشوفوا راني ندير طبقة خفيفة تاع صلصة بيشاميل، ومن بعد ندير طبقة تاع اللحم المفروم. اللحم المفروم حنديرو على جيه، يعني حيكون طبقة الوسطى، يعني هو يكون في المركز، مانيش حنديرو على طبقات، نديرو على جيه في طبقة واحدة. خلي هنايا باش ندير طبقة الأخر. هنا دوك ندير نفس الشيء، راح ندير بذنجان ثم بطاطا، ندير طبقة تاع بذنجان وبطاطا. علاش نخلي البطاطا الجهة الثانية كامل والجهة الفوقانية باش تعطينا شغل منظر شغل جميل للوجه، وما تتقطع جينا يعني مرصوش باب. هنا نكمل البطاطا كامل، يعني كي نديرها في الوجه ما يهمنيش انا القطعة ولا، المهم نحط سلطة بالصلصة البشاميل، حاضر طريق كل الأوليف تاع البطاطا ولا هذا. هنا دوك نسقي البغاتان ديالي كامل بصلصة البشاميل وخليها تغلغل ما بين الفراغات هذي. والأخت هنا حرة لحبة تزيد طماج غافي ولا تخليها هكذا كيما راهي، يعني فيها خير وبركة، وتديها للفوق هكذا تقليبها على نار مرتدية حتى يتحمرها كامل الوجه تاعها، ومشاهية طيبة. هاو لك الكراتان ديالي اخوات، راهو طاب وراهو حمر يشهي كيما راكم تشوفو، مزالو يبقبق راهو معنتها سخون نار، نخلي حتى يبرد شوية باش نقطع منو نصو ان شاء الله. انا عملت رابط صغير قدامو. المهم اخوات الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديرو لي جيم وتشتركو في القناة وتضغطو على الجرس باش يصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.